أكبر يا غزة، الله أكبر. أيها الجزائريون، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم في وطن الجزائر الحرة، في وطن مليون ونص شهيد. من الأخوات إلى غزة، من الأخوات إلى غزة، النصر لك يا غزة. أيها الصهاينة، هذا يومكم العظيم، هذا يومكم يا أيها الصهاينة، يا أيها الصهاينة، هذا يوم عظيم، وإحنا هنا والنصر هنا، وتحيا فلسطين وتحيا القدس. يا أمريكا، يا بريطانيا، يا فرنسا، أنتما جئتم تدعموا في صهيون، وإحنا ندعم في إن شاء الله غزة، والنصر لنا، والنصر لنا. من الجزائر إلى القدس، وتحيا فلسطين وتحيا القدس، والنصر لفلسطين. ها نحن اليوم من مدينة الأغواط المجاهدة ومن ساحة المقاومة لنقف تأييدا ومؤازرة للمقاومة هناك بغزة، تأييدا ونصرة لإخواننا المجاهدين المرابطين بأرض الرباط والنزال في عسقلان. نقف اليوم لنقول لهم نحن معكم ومن ورائكم، ندعمكم ونقف معكم ونؤيدكم وندفعكم بالدعاء بالمال بالنفس، وهذا هو الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو الجهاد في سبيل الله، لأن إسرائيل ومن يصطف معها ومن واللفيف الذي الغربي الذي جاء اليوم لمؤازرتها، وما جاءوا إلا لأنهم علموا أن هذا الكيان ضعيفا، وافتضحت أوامره بهذه الضربة من طرف هؤلاء الرجال في غزة المجاهدة. فهذا الذي كان يدعي أنه لا يقهر وأنه الجيش المنتصر وأنه وأرعب المنطقة كلها، بل أرعب العالم، وهذه الاستخبارات الذي كان يرعب بها رؤساء العالم، اتضح أمرهم وهم لا يساوون شيء. ولذلك نحن نقف تأييدا ومناصرة ومؤازرة. جزائر ستين، نحن لك يا أقصى، نحن لك يا فلسطين، بأموالنا، بدمائنا، بأولادنا، بكل ما نملك. الله أكبر، لا إله إلا أنت، ونحن لك يا أقصى، نحن المسلمين لك، نحن الجزائريين لك، بعروبيتنا، بشهدائنا، بأماناتهم، من ولاية الأقواط، من ولاية الناصر بن شهرة، من ولاية المعمامة، من ولاية الأمير عبد القادر، من ولاية عميروش. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نحن لك يا أقصى، نحن لك يا أقصى، نحن لك. اليوم باسم الشعب الأغواطي جئنا لنقف وقفة رجل واحد ضد هذا المستعمر الغاشم، ضد هذه المجازر، ضد هذه الاعتداءات والاقتحامات. بلد المقاومة الأغواط، بلد بن ناصر بن شهرة الأغواط، تقول لأهلنا في فلسطين نحن معكم في جميع أحوالكم، نحن معكم في مأساتكم، نحن ضد الاستعمار، نحن ندرك قيمة الجهاد والمقاومة. جئنا لنقول أنه لا حل إلا بالمقاومة، وما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، ولا تراجع ولا استسلام ولا انهزام، والنصر فوق الرؤوس ينتظر قوله تعالى: كن فيكون. فلا تنشغلوا بموعد النصر، ولكن انشغلوا بموقعكم بين أهل الحق وأهل الباطل.